85، الزمالك في الصدارة ب 67، الأهلي 64 قبل لقاء اليوم، المصري 46، بيراميدز 43. يأتي في المركز الخامس سموحة 41 نقطة، الاتحاد 41، إنبي 39، طلائع الجيش 38. في المركز الثامن التاسع الجونة 37، مصر المقاصة 37، المصري الإسماعيلي 36، سيراميكا 36. كل دول ضمنوا البقاء. غزل المحلة بنقطة امبارح تقريبا ضمن البقاء 33 نقطة، ثم صراع عنيف ما بين المقاولون 29 نقطة في المركز ال 14، والبنك الأهلي 28 نقطة في المركز ال 15، وأسوان 26 نقطة في المركز 16، ثم وادي دجلة بصيص من الأمل في المركز 17، وأخيرا الإنتاج الحربي في المركز الأخير من المسابقة. دي كانت كل مباريات الأسبوع. أعزائي المشاهدين، ما الذي سيحدث في الأيام القادمة؟ هذا ما سنعرفه من خلال المباريات القادمة.